نساء مثلا الى كم؟ الى واحد من الرجال. فبالتالي الشركه هذه اذا كانت متخصصه بانتاج يعني متطلبات الرجال من الملابس ومن كل ما يحتاجون، تحصل تجد نفسها مع الايام القادمه انه بدات ايش؟ تخسر. لانه واحد اذا لازم تتحول انه تلبي حاجه طرف الاخر. ملابس نسائيه الاكسسوارات والى الاخر. كل ما حاجاتهم ايش؟ مربطهم. فهذا التحول يا شباب بناء على الدراسه، الدراسه هذه ليش نقول لكم يبدا بجمع البيانات والمعلومات من السوق. طبعا هذه البيانات احيانا تقول ممكن انا احصل صعوبه فيها، ممكن كذا. بكل سهوله انت ممكن تاخذها من الجهاز المركزي للاحصاء، ممكن تاخذها من وزاره التخطيط والتنميه، ممكن تاخذها من الجهاز المركزي المركز الوطني للمعلومات، هذه مراكز المعلومات. ممكن تاخذ سمبل عينات. يعني هذه بسهوله تاخذها كذا بلحظات تتخذ قرار. ورغم انه هذه المعلومات احيانا تكون مش موثوقه 100%، لكن انت ضع الافتراض بناء عليها. اعطيك مؤشر. نعم. طيب هنا قلنا ايش؟ دو وي تراي ات ذا فيرست تراي. نمبر 3 بيرفورمانس ستاندرد. زيرو ديفكت. مثل ما قلنا اللي هي كواليتي فري. ما فيش مش مسموح لاي خطا. في الجودة أحيانا يتم السماح بأخطاء نسبية مثل ما زميلكم البارحة كان يتكلم اللي هي النسبة المسموح فيها عندما يعمل عملية المناقصة مثلا يعمل له 10%. نعم هذا ما يعني حتى الخطأ يعني المسموح فيه في الجودة ماشي لازم يكون زيرو ديفكت خالي. ميجرمنت القياس. هنا اعتمد القياس على ايش؟ اللي هو تكاليف الجودة. كواليتي كوستس تكاليف. نظر لها من مفهوم مادي. اللي هو ايش؟ ماني از ذا لانجويج اوف مانجمنت. المال هي لغة ايش؟ الإدارة. فنظر لها من هذا المفهوم. ماني از ذا لانجويج اوف مانجمنت. إذا لو تلاحظ بعدين بنشوف الفروق ميجرمنت جورين وكروسبي وكروسبي أيضا استخدموا القياس لقياس الجودة اللي هو التكاليف. مش تكاليف معناته في ايش؟ جودة عالية. لكن جورين خالفهم بهذا الجانب. جورين ما نظرش إلى الكلف المنظورة، قال هناك unknown costs. كلها غير معروفه. ركز على الاثر اللي ممكن يلحقه بايش؟ بخساره الزبون. هذا ديمك. وهذول ركزوا على مين؟ على منع الاخطاء التكاليف الجوده. بس ممكن يعني هذول اوكي انت عندما تركز على تكاليف الجوده معناها ركزت على تكاليف الاخفاق على التكاليف الالتزام بالجوده وايضا تكاليف الفشل. وتكاليف الفشل سواء كان الداخلي او الخارجي. انت عندما تمنع الوقوع او تمنع الخطا من الوقوع من البدايه خلاص ما بيكونش فيه لا كلف. لا فشل داخلي ولا فشل ايش؟ خارجي. بس ركز مثل ما قلنا لكم ديبنج اكثر حاجه على الاثر اللي ممكن تلحقه على الزبون. سمعه. واضح؟ بالنسبه للمبادئ التي قدمها ايضا 14 مبدأ. هو يبدا بالالتزام الاداره العليا، مانجمنت كوميتمنت. التزام الاداره العليا متشابه مع ديمينج وجوزيف جورين، ايجاد هدف ثابت. لان الاهداف التي تضعها من الاداره العليا في المستوى الاعلى يختلف بس اللهم صيغه. ان مانجمنت كوميتمنت او ليدرشيب كوميتمنت. انشاء فرق تحسين الجوده، فرق إنشاء فرق التحسين اللي هو تيم امبروفمنت. تيم امبروفمنت قياس الجودة تحدثنا عنها. ميجرمنت كواليتي اللي هو على أساس التكلفة. نعم. وتحديد تكلفة عدم الالتزام بالجودة هنا أيضا أكدوا. شوف هنا أكدوا أيضا على عدم الالتزام. تكاليف الالتزام وتكاليف عدم الالتزام. فإذا قال لك سؤال أحيانا
يعني بالنسبة لكروسبي لقياس الجودة هل ركز فقط على كلف الالتزام أم الالتزام بالجودة وعدم الالتزام؟ وعدم الالتزام. خمسة نشر ثقافة الجودة اللي هي أو كواليتي أو رونس توعية الوعي الوعي. طيب كيف الوعي يا شباب؟ احنا عندما نقول هنا عندما أدرس فيه do it right the first time اعملها بشكل صحيح يقول لك if the management wants to do it right they must do it right. Distribute communication for employees to know what it is. أنت تريد مثلاً do it right at the first time. يقول لك شرط أساسي إن أنت كأنه يتكلم عن نشر الوعي وجعل الاتصالات مفتوحة وإخبار الموظفين ما هي هذه الجودة. تنديرهم إيش؟ التعليمات مش مجرد شعار. أنت وضعت شعار do it right at the first time لازم يكون يتبعوا إيش؟ معلومات توعية ثقافة الجودة وهكذا. طيب التخطيط اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللي هي correction action or corrective action والتخطيط السليم لإزالة العيوب هنا defect planning العيوب اللي هي defect أو أحيانا error. الاهتمام بتدريب العاملين متشابهين مع السابق employee training تخصيص يوم للجودة وتوعية مفهوم منتجات بلا عيوب اللي هي zero defect day يعمل له عيد عطلة في الشركة إنه منتجات خالية من العيوب كانوا من أنواع التشغيل. تحديد الأهداف واضح setting quality goals متشابهين أيضا. تخلص من أسباب الأخطاء وإزالة معوقات الاتصال طبعا اللي هي إيش error causes removal error causes مسببات الخطأ إيرو خطأ كوسس مسببات الأخطاء ريموفال تتخلص إيش منها. الاعتراف بالإنجاز ريكوجنيشن مثله مثل يعني إزالة العوائق والموانع التي تمنع الموظفين من الاعتزاز بالنفس. تقويم مجالس الجودة المعروفة اللي هي كواليتي كونسلز والاستمرار كونتينوس أور دو إت أوفر أجين دو إت أوفر أجين يعني in continuous متشابهين في بعض الأشياء في بعض النقاط أعتقد متشابهين بأغلب النقاط يعني شوف ما عدا في اختلاف ببعض الأشياء الالتزام بالجودة مثلا الميجرمنت هنا الميجرمنت هل قلنا ناخذ نقطة ميجرمنت أو قياس ركزوا معي ميجرمنت قلنا شوف جورين وكروسبي أكدوا على قياس الجودة من منظور إيش؟ الكلف من منظور الكلف وقلنا ركزوا على money is the language of management الكلف اللي ممكن تخسرها الشركة من خلال إيش المنتجات المهمة هذا يمكن قياس الجودة إذا ما فيش تكاليف معناها إيش؟ إذا ما فيش تكاليف معناها جودة لكن deeming كان مختلف مثل ما قلنا لكم ركز على unknown causes الكلف الغير معروفة ركز على الأثر اللي ممكن تلحقه بإيش من خسارة الزبون الأثر اللي ممكن يؤثر إن الشركة تخسر إيش الزبون واضح وكان أول من استخدم statistical control methods الطرق الإحصائية طبعا كروسبي شاركوا بهذا الجانب الطرق الاحصائيه جوزيف جورين متشابه معه بهذا الجانب لكن كروسبي اكد على ايش على دور الاداره مانجمنت بروسيس والعمليات هيومن ريسورس والموارد وايضا ايش كمان ركز على الاداره والعمليات والموارد البشريه نعم لها دور في عملية الجودة طيب وكذلك السلوك التنظيمي يا شباب ليش السلوك التنظيمي أكد عليه بشكل كبير
لانه السلوك التنظيمي انت تعرف انه الانسان له محفزات له دوافع. انا ان شاء الله في المحاضرات القادمه الدوافع الدافع. ايش هو الدافع؟ قوه داخليه تحرك الشخص الى اشباع هذه ايش؟ الحاجه. هذا الدافع. في حوافز قوة ايش؟ خارجيه. موتيفيشن. موتيفيشن هي قوه خارجيه مثل ايش؟ قلنا الحوافز الماديه والمعنويه. فلذلك اكد على السلوك. هذه عوامل مهمه لازم. يعني الشخص انت اذا اردت ان يعني تتكلم عن الجوده وعن الوعي بالجوده ونشر ثقافه الجوده لازم حوافز. مش معقول انت الناس بيشتغلوا بدون اي حافز. هذه بيكون مجرد شعار. واضح؟ طيب. فمثل ما قلنا الاختلاف شوف كلهم استخدموا الميجرمنت لكن كل عالم نظر لها من منظور مختلف. من منظور مختلف. طيب. كروسبي اللي هي الاهداف جولز قلنا اكد على ديفكت فري يعني الاخطاء غير مسموح فيها. الاخطاء غير مسموح فيها في الجوده. زيرو ديفكت. نعم الاخطاء غير مسموح فيها. كواليتي از فري. نعم كواليتي از فري. الخطا غير مسموح فيه. في هناك بعض المدراء او النظره التقليديه يقول لك انه يعني يقول لك يجب ازاله النظره هذه من افكار المدراء. انه يقول لك احيانا الخطا هذا حتمي وامر واقعي وانه ممكن يحصل باي لحظه من اللحظات. بعضهم يقول لك الاخطاء ممكن حتى يقول لك من لا يعمل لا يخطئ ومن يعمل يخطئ. معناها انه عندهم بعقولهم افكارهم انه الخطا ايش؟ وارد. يقول لك لازم يتخلوا عن هذا. ما فيش حاجه خطا. طالما انت تمشي بالاتجاه الصح بدايه صحيحه ما فيش خطا. فعلا الاخطاء هذه تاتي نتيجه ايش؟ اما ان يكون عمل فردي شخص يجي وحده او يكون ما تمش التموين بشكل جيد او يكون تسرع باتخاذ القرار او يكون جمع بيانات المعلومات بناء على يعني جوانب ايش؟ عاطفيه مش معلومات من السوق مثلا. او الفتره الزمنيه كانت ضيقه تطلب منك مثلا عمل معين لفتره ضيقه. كل هذه ممكن تنتج عنها اخطاء. لكن لو اخذ كل شيء اخذ حقه اكيد ما بيكون في اخطاء. خاصه اذا كان ضمن فرق العمل. ليش فرق العمل دائما العمل ينجح؟ يقول الاخطاء زيرو ديفكت اكيد. لانه عندما يفكر عقل واحد او يتخذ القرار عقل او عندما يتخذ القرار مثلا 10 عقول هنا يختلف. واضح؟ فلذلك ركز على فرق العمل. ايش الاختلاف الاخر ممكن؟ الاختلافات يا شباب اللي تشوفوها ايش ممكن الاختلافات؟ مقياس الجودة. ايضا الديفينيشن يا شباب ديفينيشن الاختلاف في تعريف الجودة. كروسبي ديفاين ذا كواليتي كونفيرمينس تو ريكوايرمنتس المطابقة للاحتياجات. جوزيف جورين عرفها فيتنس فور يو الملامة للاستخدام. وديمينج عرفها بأنها ايش؟ needs the needs اللي هي ايش؟ current and future needs for customer الحاجات الحالية الحاجات الحالية والمستقبلية. هذا الاختلاف ايضا في تعريف الجودة تركزوا عليها. جوزيف جورين فيتنس فور يو وكروسبي كونفيرمنس تو ريكوايرمنتس وديمينج current and future needs of customers. Current and future needs of customers. ممكن احنا نعمل لكم مداخلات كده بالامتحان ممكن بالانجليزي هذه ممكن تتماشي معكم ولا ما تتماشي؟ بعض الاشياء بس. هيكو مثلا زي ما هذه الان مثلا الديفينيشن مش تاخذوش تحفظوها؟ لا مثلا خليه ينسى
خلينا مع بعض. إذا في مجموعة من الأولين إذا في الصدر لا. طيب في العربي، في العربي أنت تترجم، إحنا قلنا البطاقة للاحتياج، إيش عرف كروسبي الجودة؟ إيش عرف كروسبي الجودة؟ في العربي. المطابقة مع الاحتياجات، المطابقة مع الاحتياجات في العربي. وجوزيف في التنس فور يوزر، الملامه للاستعمال الاستخدام. وديمين الحاجات الحاليه والمستقبليه لمن؟ تعرف انت انه من تميز اللي هو زيرو ديفكت اللي هو من؟ روسي. اول من وضع نظام الاتصالات فعال؟ روسي. لا جوري. جوري جوري نعم جوري. اوكي من الذي ركز على الكرة الغير منظورة؟ كروسي. كروسي. جوري. غير منظورة. الغير منظورة اللي هو أثر، الأثر من فقدان الزمن. ديمين. 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 دو على العليق. نزل العليق. هذا كروسبي وجوزيف جوري ركزوا على الكلفة. الكلفة. كورتيفي. نعم. أوكي ممتاز. Prevention المنع اللي هي do it right the first اللي ركز عليها الكورس. تلاحظ انه كان في ما زال انه جوزيف جورين وديمي ما زالوا كان يحاولون انه المنع، منع كل الخطا يعني ضمن الاطار كانوا العمليات والاختبار والفحص والتفتيش، معناها انه كان ما فيش تاكد 100% انه ما فيش انه منتجات خاليه منه. لكن مثل ما قلنا لك كروسبي أكد على البريفينشال المنع. نعم المنع أنت عندما تمنع الأخطاء مثل ما قلنا لك اعمل كل شيء صحيح من البداية. Do it right the first. ابدأ جمع بيانات معلومات بشكل صحيح. ابدأ عد الخطط. الأجهزة الصيانة بشكل مستمر. الأجهزة جديدة أيضا تكون. التدريب يعني طبق إذا طبقت كل المبادئ هذه للجودة خلاص. عندما يجي يقول لك الخطأ المسموع فيه. يعني طبقها في البداية، طبقها في البداية قبل العمل مش بعد العمل تطبق التدريب. نعم. ولا أو حتى عندما يقول لك مثلا جورين وجود وديمي يسمحوا بالخطأ المسموع فيه، في مسموع فيه الخطأ المسموع فيه في الجودة. هذا الخطأ حتى لو 1% كثير من فين يقول كروسبي يقول ايش الفائدة؟ ان انت عارف ربع عملية التخطيط والتنفيذ ويعني والخسارة هذه اللي تعملها اذا بدك تبيع فرص. ما في داعي. واضح؟ لذلك الوقاية عندما توضع عند الاساس خلاص يعني كل حاجة بيكون ايش؟ اوكي. نظرتك انا اقوى. نعم دو ات رايت ات ذا فيرست. هذا كان يعني النظرة فعلا عندما تبدا انت من البداية ما في خطأ. لا ما في شيء خطأ بينك. طبق هذا الشيء كثير او لا؟ ممكن نطبقها على فكرة اليوم. ما فيش أي خطا يا شباب. مثل ما قلنا لك عندما يكونوا فريق عمل بروفيشنال محترفين بدأوا يعدوا. شوف هنا الجانب المادي يا شباب، الجانب المادي هو الأساس. ما فيش تحفيز للموظفين ولا في اعتراف ولا في مكافآت ولا في علاوة. وبالتالي أنت عندما تشتغل وأنت مع نفسيتك يعني مكسورة ما تريش الشرق. نعم لكن عندما يكون في حافز للشخص سواء مادي أو معنوي هنا نصنع المعجزات. عندما نقول إيجاد نشر ثقافة الجودة، أنت عندما تنشر ثقافة الجودة بين العامل معناها أنت تحثهم على الإبداع والابتكار والتطوير وإلى الآخر مش للجودة فقط. مثلما قلنا تمنع حتى ديمينج أكد أنه منع إزالة الخوف من نفوس الموظفين وعدم الأمان مش على كل صغيرة وكبيرة يعني أي خطأ بسيط إذا أخطأ الموظف خلاص يعني ممكن يفصل فيها. وأحيانا الثقة غير موجودة تراست بين الموظف والمدير ثقة غير موجودة. فكيف يعني تلاحظ أحيانا يكون الموظفين مهزوزين من كثر المدير العام كل يوم هو يؤنبهم ويضخهم يعني على كل صغيرة وكبيرة تلاحظ ما الثقة غير معلومة بينهم يعني. ما فيش open communication ما فيش
good relationship، ما فيش مناخ تنظيمي جيد، هذه كلها ما فيش اهتمام بالإنسان ولا يعطي لك الحرية لإنجاز.